إلى ملفنا الأخير، حيث نظمت 7 نقابات عمالية في بريطانيا إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة رواتب أعضائه. الإضراب وصف بالأكبر الذي تشهده المملكة المتحدة منذ 10 سنوات، وشارك الآلاف من البريطانيين في مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن. قائمة العمال المضربين عن العمل اليوم ضمت مدرسين وسائقي قطارات وموظفين في عدد من الجامعات، إضافة لموظفين مدنيين. قادة النقابات يقولون إن الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين تدهورت بشكل كبير، ما دفع البعض منهم للاعتماد على بنوك الطعام الخيرية من أجل إطعام عائلاتهم. حكومة المحافظين حذرت من أن حجم الإضراب سيحدث فوضى كبيرة، وشددت على أنها لا تستطيع تقديم زيادة في الرواتب بأكثر مما عرضته في ظل الظروف الحالية، وتعاني بريطانيا أزمة اقتصادية خانقة وتضخما هو الأسوأ تعاني منه منذ سنوات طويلة. المزيد في هذا التقرير. الإعلامي والباحث في الشؤون البريطانية أنور القاسم، أرحب بك أنور. بداية، حول النقابات، من هي النقابات التي شاركت اليوم في هذا الإضراب، وهل هو فعلا الأضخم منذ 10 سنوات؟ ليس فقط 10 سنوات، هو الأضخم، ربما هو كما وصفته الصحافة البريطانية باليوم الوطني الأكبر. نحن نتحدث عن نقابات المدرسين، 300,000 مدرس أضربوا. أيضا أتحدث عن قطاع الخدمات الاجتماعية مثل البريد، مثل النقل، سواء بالنسبة للقطاعات أو بالنسبة أيضا لسائق الباصات. الجيش البريطاني وضع على أهبة استعداد لكي يتدخل إذا حدثت اضطرابات. هذا يدل أن المجتمع البريطاني حقيقة الآن، كل المجتمع البريطاني أصبح يعني يعاني من زيادة الأسعار، التضخم الذي يتجاوز. نعم. هذا الإضراب تحديدا أنور، ما تداعياته على الحياة اليومية للبريطانيين؟ يعني واضح تماما أن البريطانيين يؤيدون هذه الإضرابات باعتبار أن الجميع متضرر من تآكل الرواتب. يعني مثلا مثل كما نحن هنا أمام رئاسة الوزراء، كانت هنا كان قبل قليل يعني عشرات الآلاف يقفون هنا ينددون وسيستمرون بالإضراب بطبيعة الحال لمدة أسبوع وليس فقط هذا اليوم. هؤلاء يقولون إن رواتبهم خلال الخروج من الاتحاد، فترة الخروج 3 سنوات من الاتحاد الأوروبي، خسروا 30% من رواتبهم، إضافة إلى 11% هي نسبة التضخم الارتفاع بالأسعار. يعني تقريبا عمليا نصف رواتبهم تآكلت. ولكن 50%، نصف الرواتب الحكومة، هل تستطيع أن تحقق هذه المطالب بزيادة الأجور بهذه النسبة؟ لا تستطيع، ومن المستحيل أن تستطيع. يعني واضح أن الحكومة تقول هي عاجزة تماما عن أن تقدم لهؤلاء ما يطلبونه، وهو 19% كتعويض. الحكومة فقط تعرض 5%، وتقول إنها إذا دفعت أكثر من ذلك فإن الاقتصاد سيعاني لفترة طويلة، خاصة أن صندوق النقد يتحدث عن أن بريطانيا ستدخل انكماشا اقتصاديا، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وهي يعني مشكلة كبيرة لأي اقتصاد في العالم. هذا يعني أن الحكومة عاجزة، والشارع سيبقى، النقابات المدنية والحكومية ستبقى تتضارب. طيب، برأيك أنور، ما هو السبب؟ يعني لماذا صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لدرجة جعلته يصف الاقتصاد البريطاني بأنه الأضعف في اقتصادات كل الدول الكبرى؟ حتى روسيا، تخيل أن صندوق النقد توقع أن روسيا في 2023 سينمو اقتصادها أكثر من اقتصاد البريطاني. نعم، هذا صحيح تماما. نحن نتحدث عن صندوق النقد، هو أكبر مؤسسة اقتصادية دولية، وبالتالي ما يتحدث عنه
هو دقيق تماما. لا ننسى ان بريطانيا دخلت سنتين من الاغلاق الكامل نتيجه وباء كورونا. ايضا بريطانيا تضررت بشكل رئيسي من خروجها من الاتحاد الاوروبي، ضف الى ذلك المشكله الدوليه الكبرى التي تعاني منها بريطانيا وكل دول اوروبا، وهي الحرب الروسيه الاوكرانيه التي كلفت اقتصادات هذه الدول الكثير، خاصه بالنسبه للطاقه والغذاء، وبالتالي بريطانيا تدفع ثمن وقوفها. طيب. ولكن هذه عوامل تشترك فيها مع كل الدول الأوروبية أو كل الدول الغربية، أقصد كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، لكن الأزمة الداخلية في بريطانيا هل وصلت إلى حد أن الساسة سيراجعون حساباتهم وسيراجعون موقفهم من الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل فوات الأوان؟ أشك أن حزب المحافظين الذي يعني أعطى معلومات مضللة كما يقول البريطانيون حول الفوائد من الخروج من الاتحاد الأوروبي أن يسعى بهذا الاتجاه، لكن في حال وصل العماليون وهو من المرجح، خاصة أننا نتحدث عن أن حزب المحافظين فقد شعبيته في الشارع بشكل كبير، 65% من الشعب البريطاني يطالب بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي. في حال وصل العماليون نعم قد يحدث ذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والظروف الاجتماعية، لكن في ظل المحافظين حتى هذه اللحظة المحافظون يتحدثون عن أنها لا علاقة بالوضع الاقتصادي وتردي الوضع الاقتصادي بما بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرمون كل الحرب الروسية الأوكرانية. الآن ترجيحاتك أنور، لأنه الحكومة من أزمة لأزمة، يعني حتى الآن لم تحل أزمة نقابة قطاع السكك الحديدية، ثم جاء بعدها الباصات، والآن إضافة لقطاع الصحة نقابات العمال والمعلمين، هل سيؤدي ذلك برأيك إلى انهيار هذه الحكومة الحالية؟ الاتجاه نعم، الاتجاه الذي تسير فيه الأمور، الموظفون لن يقفوا دون تحقيق مطالبهم، والحكومة عاجزة عن توفير ما يطلبون، وهذا يعني أن كل ذلك يقود إلى حكومة فاشلة وحكومة قد تسقط نتيجة الضربات الشعبية وضربات النقابات. النقابات في بريطانيا هائلة، والآن نحن نتحدث هذا اليوم مثلا عن 7 نقابات كبرى، نصف مليون شخص، تضم نصف مليون شخص، هؤلاء لهم قوة الشارع وقوة عملية، وبالتالي الحكومة قد تسقط تحت ضربات الاضرابات. نعم. خاصة أن كل هذا الشهر هناك اضرابات، والشهر المقبل حتى ينال هؤلاء جزءا من مطالبهم على الأقل. ما هو السيناريو لسقوط هذه الحكومة الذي تراه؟ لأنه يعني لا يبدو بأن الحكومة كما ذكرت قادرة على تسوية هذه الأزمة مع النقابات، لا هي قادرة تستجيب لمطالبهم ولا هي قادرة على إيقاف هذه الإضرابات، فهل تعتقد أن مجلس النواب مجلس العموم هو الذي ربما سيسحب الثقة من ريشي سوناك؟ هذا يعتمد على ما سيحققه سوناك للاقتصاد البريطاني، هو وعد الكثير من الوعود ويبدو أنه ماض في هذه الوعود، حتى الآن لم يحقق مطالب النقابات العمالية، الخدمات المدنية في البلاد، الاضطرابات تكلف الاقتصاد كثيرا، كلما تردى الوضع الاقتصادي كلما كانت الحكومة على حافة السقوط، كيف ستسقط؟ هذا أمر يحدده البرلمان، يحدده الشارع البريطاني، يحدده حزب المحافظين الذي فقد الثقة لدى الشارع ولدى حتى الصناعيين في بريطانيا والشركات، هذا حقيقة حقيقة السقوط التي التي تقوم به الآن. نحن نتحدث عن 4 حكومات سقطت في الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة، خاصة في ظل قيادة حزب المحافظين في الدولة في بريطانيا. شكرا جزيلا لك الإعلامي والباحث في الشؤون البريطانية أنور القاسم. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم، بإمكانكم معاودة مشاهدة هذه الحلقة مسجلة ومتابعة البث المباشر لقناة الحوار على يوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.